أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن بعض الحركات في الصلاة. له سؤال يقول: بعض الأئمة في المساجد وفي الصلوات الجهرية يا شيخ يقترب من الميكروفون عند القراءة ويتأخر عن الركوع والسجود، فما حكم كثرة هذه الحركة أيضا؟ هذا لا يجوز الحركة والتقدم والتأخر، لأنه لا حاجة إلى دنوه من الميكروفون، وأيضا دنوه من الميكروفون يشوش على المصلين بأنه يتضخم صوته يشوش أو يختلط صوته، ينبغي له أن يثبت في موقفه وأن يبتعد عن الميكروفون قليلا حتى يتوازن الصوت، وحتى لا يحتاج إلى حركة وتقدم وتأخر، بل إن بعضهم يركع على الميكروفون ينحني عليه، هذا غلط كبير. نعم، بعضهم يلتفت إليه عن يمينه وعن يساره، يلتفت إليه ويحط اسمه فيه ويصلي، كل هذا أخطاء لا تجوز. نعم.